معاك إسحاق البستكي. فكرة الكافيه ليش إن أنا هاوي هاللعبة مثل مروان من فترة طويلة من فوق 5 سنوات. كنت أبى أسوي مكان يكون مكيف، وليش إن نحن في فترة الصيف صعب نلعب هالهواية، فكنت أبى يكون مكان مكيف ويكون يكون مدخلين طابع الكوفي شوب مع الألعاب. خلال 4-5 سنوات فتحت هالمشروع. وفي الفي من السيارات الصغيرة اللي هي 124، في سيارات كبيرة تتكون سيارات كبيرة عن الحفار وعن اللي هو الكسارة. السيارات هذه كلها موجودة وعلى حسب الأحجام من الأطفال اللي يجون. في الشباب الكبيرة تسوق سيارات كبيرة، والسن الصغير يسوقون سيارات صغيرة. عن الموضوع الكوفي شوب، نحن حاطين كوفي شوب بكل مشاريب الموجودة في معظم المقاهي، وزدنا عليه وجبات حق الأطفال مثل تشيكن ناجتس وفرنش فرايز وكريب، وعنا وجبات بسيطة حق الأطفال وحتى حق الناس. فعنا نحن وجبات خفيفة وكوفي شوب في نفس الوقت. نحن هي التميز الكافيه ان فكره جديده عالميه، كنا نحن اول ناس نطبقها، اللي هي تاجير المعدات الالعاب تاجير بالوقت، وفي نفس الوقت يكون عباره عن كوفي شوب. نحن بدينا نسجل نحن بدينا نشتغل على هالمشروع من تقريبا 5 سنوات. تقريبا في سنة 2022 بديت أسجل الفكرة، خذيت تسجيل الملكية الفكرية في وزارة الإعلام، وحاليا شغال حتى أخذ التسجيل في ويبو اللي هي Work Organization Property Authority اللي هي في مدريد، إن أسجل الفكرة محليا وعالميا، وعلى هالمنوال نحن ماشيين. رؤية المستقبلية إن شاء الله أن يعني نكون متميزين أكثر عن هذا المستوى اللي نحن وصلنا فيه بإذن الله. بدينا أول شيء داخل الدولة نتوسع، طبعاً من برا دبي الحين شو بتوسع، بيصير نحاول مدن ثانية. مسوين مثل عروض حق المدارس وحق الشركات والهيئات كداخل الدولة، مثل كأسعاد الموظفين ولا برامج تدريبية حقهم. هاي من ناحية داخل الدولة. خارج الدولة نحن الحين شغالين مع شركة استشارات على سبت ان نفتح خارج الدولة ونسوي مثل فرنشايزي للفكرة لخارج الدولة. يعني الشكر ما اقدر أقدر مقدار الشكر لدولة الإمارات لدعمهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت محلية في دبي أو حتى على مستوى الإمارات. ما شاء الله كل المؤسسات والهيئات شو اسمها يساندون قائمين بالدعم الكامل صراحة بأصحاب الأعمال. اللوكيشن نحن موجودين في جوجل ماب في منطقة ميدان دبي. طبعا ميدان دبي ما يضيع اللوكيشن مالنا، اي واحد لو دخل في جوجل ماب او الويز يقدر يطلع الموقع مالنا. تقدر تدخل على الانستغرام RC City، موجود الموقع على الانستغرام.